أنا توني خليفة ومن فريق عمل برنامج أجراء الكلام. مساء الخير. إنه الداعية الإسلامي المثير للجدل، نصب نفسه مدافعا عن الإسلام ومهاجما للدين المسيحي، وهو ليس بشيخ. هجومي لا خطوط حمر لديه، تواجهه عشرات الاتهامات ممن عايشوه بأنه استخدم الدين مطية من أجل جلب الأموال والحصول على الأموال، مقابل اتهام آخر بأنه يلبي وينفذ رغبات أجهزة أمن الدولة، وأمور أخرى قالوا عنها أنها لا تذكر. من هو أبو إسلام؟ وما هي حقيقة أهدافه؟ وما هو أجرأ الكلام الذي سوف يقوله في حلقة الليلة؟ تقرير. لا احتفالهم بعيد ميلاد الرب يسوع، هابي بيرثداي تو ربنا يسوع، واد ربنا كبر شوية وقعد يقف على الحيطة، يقع على الأرض، واد ربنا مش قادر يقف على الأرض. الواد ربنا يسوع، تلك جملة من جمل عديدة في مواقف عديدة لأبو إسلام، أبرز وجوه ظاهرة الإسلاميين الجدد. بعض القنوات تهاجم المسيحية، أحد الأشخاص مزق الكتاب المقدس وحرق الكتاب المقدس، ومن المؤسف أن هؤلاء الأشخاص محدش بيجي عندهم، والمفروض ان قانون ازدراء الاديان، بما اننا ارتضينا في مصر وفي المنطقة العربية ان احنا عندنا قانون يجرم ازدراء الاديان، فالقانون لابد ان يطبق على الجميع دون تفرقة ودون تمييز. في نظر ابو اسلام العالم فسطتين، فسطاط الكفر وفسطاط الايمان، وكل شيء مباح مع من يعتبرهم اتباع فسطاط الكفر، حتى أعراض النساء المحصنات بحكم القرآن والسنة. أنت لك لست مدرسة، ليس لك مدرسة، وليس لك منهج يمكن أن يحترم، وإنما منهجك الشتيمة والإزدراء بالأديان والقذف والسب، وأنت تعلم أن كل هذه جرائم، لكن أعلمك وأيضا حتى يقر في يقينك أنك لن تفلس من عقابة في هذه المرة، لقد تكون فلتت من عقاب في أمور أخرى، لكن أعدك أنك لن تفلت من العقاب، لأن أدلة الجريمة عليك دامغة، وأنت تمزق الكتاب المقدس وتدعو إلى التبول عليه، وتصف المسيحيات الصليبيات التي يذهبن إلى التحرير بأنهن عاهرات عاريات يريدن أن يغتصبن، وإن العشر الأخير من الستات ستات مصر الشرفاء الفضليات بالعشر الأخير بأنهم أرامل ويريدنا أن يغتصبنا. يقول كثيرون أن أبو إسلام مصاب بمرض الشهرة، وهذا يجعلنا نتساءل، هل ما يقوله الرجل على قناته الخاصة يجعله مشهورا، أم إنه لا يزال محلك سر؟ بعد وصول التيار الإسلامي للحكم، إن في بعض الشيوخ أو بعض الدعاة في القنوات الدينية بيطلعوا يهاجموا المسيحيين بلا سبب، زي اللي يقول لك اللي في التحرير دول صليبيات. يعني ايه صليبيات؟ مين الصليبيات؟ مش فاهمينها. اسم ابو اسلام دوت اللي عمال يغلط فيهم وعمالين يعملوا في الكنائس بتاعتهم وعمالين يهمشوهم من الدنيا، انا ما اعرفش ليه هم بيعملوا كده، لصالح مين اصلا؟ كل اصدقائنا اخواتي مسلمين اللي رضعتني ست حاجه فاضله ومسلمه، واضح قوي ان في ازدراء الاديان سواء من الجانبين، من الجانب المسيحي، وللاسف ما نقولش ان هم مسيحيين مصريين، دول الجماعة بتوع أباط المهجر ملهمش أي علاقة بمصر خالص، لكن أباط المصريين اللي هم اتربوا مع أخواتهم وشربوا من مية واحدة عمر ما حد يقدر يزدري الدين الإسلامي. نفس القصة المسلمين الحقيقيين اللي أنا أعرفهم مش هم اللي بسمعهم دلوقتي. ولكن أتباع الرجل ومريديه ينفون عنه إصابته بهذا المرض، فهو في نظرهم رجل حق، صاحب دعوة ورسالة يجاهد من أجلها في سبيل الله. بالنسبة لأبو إسلام على المستوى الشخصي،
راجل بيجاهد في المجال الدعوي من الثمانينات ومن قبل الثمانينات. ابو اسلام 120 اكثر من 120 مؤلف في مقارنه الاديان. ابو اسلام 20 كتاب في مكتبه الكونجرس الامريكي. ابو اسلام على المستوى الدعوي لا غبار عليه. ابو اسلام صاحب منهج نفس منهج السلفيين اللي في مصر. ابو اسلام راجل يعني على المستوى الشخصي يعني راجل صحفي ولي اراء يكاد نختلف معها نتفق معها يعني الاراء الشخصيه دي لي. اما بالنسبه لعقيدته او منهجه الشرعي فهو منهج سلفي لا غبار عليها. ابو اسلام ظاهره عابره في ظرف تاريخي خاص ام حاله ستنتشر وتتوغل فيصير الخاص عاما والنور ظلام. بعد هذا التقرير إذن أجرأ كلام سيقال في حلقة الليلة، ترقبوه بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في أجراء الكلام، وأرحب بضيفي أبو إسلام أحمد عبد الله، وعرفت به مباشرة من دون أي مقدمة للإسم، تاركا له أن يضع هو العنوان أمام الإسم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير ولاد أدب أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أستاذ طوني قال أربع عبارات: نصبت نفسي مدافعا عن الإسلام وهذا حق، ومهاجما للدين المسيحي وهذا خطأ، استخدمت الدين مطية لجمع الأموال يا ريت، أما تنفيذ مطالب أمن الدولة فحقيقي لسه ما خدش الرتبة، لكن ما عنديش مانع في سبيل ديني إذا كان ده ممكن مع الأمن الوطني، إذا كان التعامل مع الأمن الوطني أو أمن الدولة لنصرة الإسلام ليس عندي مانع، لكن ما لدي من علم أن أمن الدولة كانت تتفق مع الكنيسة المصرية على الإسلام وعلى المسلمين، وأن اعتقالات متكررة كانت أمن الدولة تجامل بها الكنيسة المصرية. تحت أمر حضرتك. مساء الخير. مساء الفل. ما هو اللقب الذي تريد أن تضعه أمام اسمك؟ أنا أحب كثيراً أنني الكاتب والصحفي عضو نقابة الصحفيين. الكاتب والصحفي. نعم. لست بداعية. لم أقل هذا ودائما أكرر، لكنكم تحبون أن أكون داعية. أنا أسأل. أنت قلت لست بداعية ولست بشيخ. أنت لأن محاميك الخاص قال أنك لست بشيخ. أنت لا، مش محامية. محامية يكرر ما أنا أقول في قناة الفضائية نقلا عنك، أنني لذلك أتيت لك بلبس الإفرنج اليوم. هذا اللبس لم أرتديه قبل 12 سنة. اليوم لبست القميص المخطط. ليه؟ ولبست البنطلون. ليه؟ لأني أعرف أنك سوف تتحدث في ذلك. لا أبدا. خلاص؟ أبدا. فأنا أتيت لك لتعرف أنني إعلامي قديم وإعلامي محترف. على سبيل الممازحة، قال لي أحدهم أنه بعد حلقة الشيخ محمود شعبان أنه لازم ترك الأحذية للضيوف خارج الاستوديو، وخصوصا بعد حلقتك مع لا، هي الضيوف مع الإعلام العلماني مهم، مع كل ضيف حذاء استبن. حذاء استبن. استبن. نعم. نعم. لأن لو أن الحوار فكري فبالفعل لا تستخدم فيه الأحذية. لماذا تستخدم عندما ينحط الأسلوب والحوار؟ العلمانية غير قادرة على الحوار. الذين يدعون الديمقراطية غير قادرين على الحوار وممارسة الديمقراطية. نعم. يتمنى ومستعد لأي حوار ويسأل، اسأل ما تشاء. لماذا الحزاب؟ لكن بأدب الحوار. لماذا الحزاب؟ أفضل رد على قلة الحياء. ليه الحذاء له هذه الصفة المسيئة؟ يعني عندما تريد أن تسيء إلى شخص تستعمل الذي أدوس به على الأرض. هذا ينطبق على مفاهيم وتعاليم الدين الإسلامي. طبعا. يعني نحن نعلم أن الدين الإسلامي هو دين محبة، دين تسامح، دين غفران حتى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه من تسامح وغفر وأحب من أساء إليه، فكيف لك أن تواجه من يسيء إليك بهذه الطريقة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسامح في حقه
أما نحن فلا نسامح في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونموت فداء له وليس رفع الحذاء فقط. هو يسامح صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نسامح في حقه. وهل الناشط أحمد دومة هو أساء إلى الرسول؟ أرفض السؤال، لأن هذه الشخصية لا تشكل عندي عبء. بغض النظر، بغض النظر عن الشخصية، نحن قلنا نستعمل الحذاء دفاعا، ولكن لا ليس دفاعا، لا، الرد المناسب، الرد الأمثل، الرد النموذجي، مش دفاعا. لماذا ترفض السؤال؟ لأن مقامي لا يمكن أنك تتعامل معي بمثل هذه الشخصية، مقامي أعلى من ذلك. طب لماذا ذهبت وجلست معه إذا؟ لخيانة وائل الإبراشي، عشان كده اشترطت عليك اليوم. نعم. لا مداخلات، لا ضيوف، لا لا لا، وقلت لك اسأل ما شئت، حتى يكون الحوار على مستوى إعلامي مع إعلامي، ليشهد علينا العالم من فينا المهني في مهنة الإعلام. نعم. أفهم من ذلك أن وائل الإبراشي خانني. لم تكن تعلم الاتفاق بوجود. كان رقم واحد على كريمة حفناوي، فرفضت وقلت له مداعبا هاتولي راجل، هاتولي راجل. فجابوني الراجل، قالوا لي عبد الله النجار. نعم. فجلست انا هنا، ستاند باي، ابدا تصوير، يلا اضاء، ثم وجدته يجلس. فارسلت، اديت ورقه لوائل، قلت له كيف، هل انت قادر؟ لماذا لم تغادر؟ نعم، يقال في هذه اللحظه انني غادرت خشيه هذا عيب، فطلبت منه ان يحترم مهنيته ويضبط الجلسه، لكنه بهذه الخيانه، انا لاني اعلامي واعرف يعني ايه افشل الحلقه. نعم. اعرفها وتتسلط علي، ان نجاح الاعلامي عندي يشكل عبء كبير، لان افسد عليك الحلقه وده امر سهل، فانا ارفض هذا المنهج. قلت عندما قلنا نصب نفسه مدافعا عن الإسلام أن هذا حق. نعم. وهذا حق مشروع. نعم. وعندما قلنا مهاجما للدين المسيحي قلت هذا خطأ. نعم. هو مش خطأ، هو تجني. تجني. في فرق بين، ودي برضو من سبب الضخ اللاشعوري للإعلام الفاسد الكاذب. نعم. أنت تشتمني فأنا رددت عليك الشتم، أنت شتمتني في صمت بيني وبينك، فأنا صوتي على بالشتم. نعم. أو أنك شتمك اعتاد عليه أهلي، سمعوا شتم كتير في حق النبي وحق القرآن، فلما رددت كان هذا هو الجديد، فأنا في حياتي لأني مأمور من ربي ألا نعتدي إلا على من اعتدى علينا، ولا نقاتل إلا من قاتلنا، فأنا بدأت بعد زيكو المجرم بثلاث سنوات كاملة يسب ويشتم في الله والقرآن والرسول، وأنا أجري على علماء الأمة. ردوا يا علماء الأمة. أنت قلت، فأنا ما استجب واحد. أنت قلت لي ما أنا فيه اليوم هو من صناعة زكريا بطرس. نعم، زيكو ده حقيقي، هو الذي حفدني. نعم. وقداسة البابا شنودة. لا، لشنودة مش لقداسة، قداسة عندك أنت. أنا طبعا عندي طبعا ليس له قداسة عندي. راس كان ممكن ان يتجبر الخاطر بعد يعني قلة حياء وقلة ادب وتعدي زيكو على الاسلام والمسلمين، ان شنودة يعتذر لما طلب منه عماد اديب الاعتذار، كان ممكن يجبر خاطر المسلمين ويعالج المشكلة لما طلب منه محمود سعد الاعتذار لشعب مصر، لكنه ابى وقال نصا هو يسأل وعليهم الاجابة، انا الذي تصديت للاجابة، وهو ما تسميه انت الهجوم على الدين المسيحي، لكن الدين المسيحي عندي أمر إلهي ألا أعتدي عليه، أمر إلهي، لكم دينكم ولي دين، لكن عندما يأتي إنسان ناقص ويعتدي على ديني فأنا مضطر أتعامل معه بنفس تعامله هو. وهناك بين المسيحيين، أنا لا يمكن أقول مسيحيين إلا أهلنا المسيحيين، هم أهل مصر، هم أهلنا المصريين، يعني لكن لما يتجاوز واحد من حدود الأدب مع شخصي ممكن أسامح. نعم. مع ربي لا لا. طيب اليوم حضرتك عم توصف شخصية دينية كبيرة لها مقامة بشخص ناقص. ألم يكن أجدر برجال الدين أو أصحاب المقامات الدينية الرفيعة في مصر هي من يرد على هذا الموضوع؟ لماذا صدقت. تبنيت أنت شخصيا هذا الموضوع؟ صدقت، والله صدقت، وهي رسالة
من طول خليفة إلى علماء الأمة، أنا لم أفعل ما فعلت إلا عندما تخاذلتم عن أداء دوركم ورددتم على هذا الناقص العلم والأدب. وأنا ذهبت إليهم، نعم، ما تركت قيادة في مصر، لأن أنا كنت صحفي ناجح ومبسوط، كاتب وصحفي ومؤلف كبير، نعم، ما كان لي في الإعلام إطلاقا، لكنهم جميعا سوف ندرس سوف نبحث، وكأن دين الله من الواجب. ألم تكن سلفيا في ذلك الوقت؟ ولا بعد ذلك ولا قبل ذلك. اليوم أنت ماذا؟ اليوم أنت ماذا؟ أنا مسلم. مسلم. أنا تقريبا، طيب قل لي، وسيدنا أبو بكر ما قالكش في هذا، ما كانش سلفي، ولا عمر كان إخوان مسلمين، نعم، ولا عثمان كان جماعة دعوة تبليغ، ولا علي بن أبي طالب كان جماعة إسلامية. أنا أحب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا نحب الله، بس خلاص، كلنا نحب الله بس خلاص. ولكن عندما كنت صحفيا كنت ملتحيا وكنت، نعم، إن شاء الله عز وجل أن تكون بداية. ولا فيما بعد، ولا لا فيما لا بعد. لا أنا التحيت عند أحداث الزاوية الحمراء، لما كان مسيحي في مصر أطلق النيران على ناس في قطعة أرض أرادوا يعملوها مسجد قدام منزله، فأطلق عليهم النيران وقتل منهم عددا. هنا استفقت وقلت، أنا كنت طالب جامعي عادي وزي أي واحد، فسألت نفسي لماذا، لماذا وحدث مجزرة وصراع إسلامي مسيحي في مصر بسبب أن رجلا نصب نفسه مجرما. طب الكنيسة ما في قانون، الأرض مش أرضك، والأرض حتى لو هم اغتصبوها من الدولة لا شأن، هناك قانون. والكنيسة المصرية دائما أؤاخذها أنها تتجاوز القانون. ماذا نفعت شتائم أبو إسلام بالمسيحيين والدين المسيحي؟ لا ما تقولش السؤال خطأ. ماذا نفعت المواجهة مع زيكو ومع من لا. يجرم في حق الإسلام؟ لا. عندما مزقت الكتاب المقدس وهددت بالتبول عليه، لماذا لا تجعل سؤالك مباشرة؟ عفوا، وعندما قلت أن الكنيسة تؤمن بالعضو الذكري، تعبد العضو الذكري، هذا ليس مواجهة لزيكو وأتباعه؟ نعم. أيضا، نعم، وما زالت مع زيكو وأتباعه وكل من يرتضي قلة أدب وحياء زيكو، نعم، ويكف. طيب، هل أعطني يدك، أعاهدك أن الكنيسة المصرية لو أصدرت قرار حرمات لكل من يعتدي في الثلاث قنوات أو الأربعة السافلة المصرية، وإنه يكف عن الاعتداء على القرآن والسنة والمسلمين، وأعاهدك إذا طلبت مني ذلك وتضمن لي ذلك، أن أبدأ أنا قبلها بشهر كامل من اليوم لمدة 30 يوم أن تكف القنوات المسيحية عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والمسلمين. طيب، اليوم كلنا نعرف أنه زكريا بطرس هو غير مرضي عنه من الكنيسة، وإلى حد ما هو مبعد من الكنيسة. في حاجة يا صنم، كان ما يتقالش لأبو إسلام، يتقال لعوام المسلمين. نعم، هناك في قرار حرمات أصدرته الكنيسة المصرية ضد إبراهيم عبد السيد عندما اختلف مع رئيس الكنيسة، نعم، مايكل سيد اسمه والله، اللي هم الناس اللي خرجوا على شنودة، أصدر ضدهم قرار حرمات. يعني فيصدر قرار حرمات يعني رسمي من الكنيسة. يعني أفهم من حضرتك هلأ أنه إذا الكنيسة حرمت زكريا بطرس، لن يعود المسيحيون كفارا؟ لا، هم كفار شيء، لا ده لازم يكونوا كفار، تمام إيماني أنهم كفار، وتمام إيمانك أنني كافر، ولكن وأنا مسلم، أنا كمسيحي لا أكفر بالإسلام. أنت تكفر بالإسلام، أعوذ بالله، أنت تكفر، أعوذ بالله، أنت غير... تظلمني وتظلم غيري. نحن لا نكفر بالإسلام. ده الأسلوب الجميل للكنيسة، إنها تقول أنت غير مؤمن وتقولش يا كافر، ده أسلوب كده، لكن لا، غير مؤمن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. من قال الله عز وجل؟ قال لقد كفر الذين قالوا إن الله. والله لو تتفق مع المجمع بتاعنا البحوث الإسلامية أعدك بذلك، ليس عندي مانع. أنا مشكلتي مع ديني وعقيدتي. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لو الآية دي شالوها خلاص، فالكلام مش قولي أنا، مش أنا اللي بكفر، لا، حكم الله عز وجل على من يجعل لله شريكا كافر، من يجعل لله أما أو أبا أو ابنا كافر. مش بيدي والله، ليس عندي مانع، تحت أمرك،
احذف لي بس قررونا حذف الآية وأنا تحت أمر. ما تزعلش مني أبدا. أنا مش زعلان منك لأنه خلاص. أنا من الناس اللي يؤمن بحرية العقيدة وبحرية الدين. أنا لا ألزمك بديني وأنت لا تستطيع أن تلزم غيرك بدينه. الكلام اللي قلته ده غير موجود في كتابك المقدس اللي بتقدسه، لكن موجود في كتابي أنا، موجود بتعاليمي، لا يمكن لتعلمته من وحي كتاب المقدس. لا يوجد في كتابك إطلاقا مثل هذا النص، لكن موجود في كتابي أنا، لكم دينكم. طيب ولي دين. ما زال موجود بكتابك. نعم. ليش عم تكفرني؟ لازم به. ليش عم تكفرني إذا موجود بكتابك؟ مش التكفير لا يحزنك، التكفير يسعدك، لأني أشهد لك أنك على دينك ولست على ديني. شرف لي أنني كافر بالمسيحية. أنا أي وشرف شخص للمسيحي. أنا أي شخص. أنت أي شخص يؤمن بالله سبحانه وتعالى هو إنسان مؤمن وليس بكافر. مؤمن بالله. مؤمن خلاص. بالله خلاص. بسألك سؤال على الملأ كده. خلاص. شو بدك فتحت؟ شو بدك تؤمن؟ انتظرني. بأكثر من الله. خدني بقى من دون فتحت ملف العقيدة. المسيحي في انجلترا. نعم. في لندن. اسم إلهه إيه؟ لما بيقول بيكلم ربنا يقول له إيه؟ حسب لغته. أيوه بيقول له إيه؟ ما أنت عارف؟ أو ماي جاد. خلاص جاد. خلاص؟ وانا الهي انا اسمه الله. خلاص انت اسمك توني بالانجليزي، توني بالالماني، توني فرنساوي، توني. هل الاسماء تترجم؟ اه. كيف تترجم الاسماء؟ بطرس بيصير بيير بيصير بيتر. لا هذه لكنه. لا مش لكنه. لغة خلاص. لا. الله عز وجل. لا. طيب ده مخرج ليك. مش مخرج ليا، دي واقع، دي حقيقة. اسيبهولك حقيقة. شوف اسيبهولك. لنذهب الى قاموس اكسفورد. نعم. ونقول له ابحث لنا عن جد G-O-D أو Father أو Master أو Lord، ونأخذ أسماء وصفات هذا الاسم ونضعها هنا، ونذهب إلى قاموس المحيط في اللغة العربية، أعطني أسماء وصفات اللفظ الله. هل تتفق هذه الأسماء وصفات مع هنا؟ هل الله لشعوب أوروبا يختلف عن الله لشعوب العربية وشعوب أمريكا؟ كيف؟ خبرني كيف. فأنا بقول لك أهو، ارجع لقاموس لاروس. ارجع لقاموس لاروس. من خالق هذا الكون؟ الله الواحد الأحد عندي أنا. نعم. أما عند غيري من يسوع. خالق هذا الكون؟ ما أقول لك الله الواحد الله الأحد الله الفرد الله الصمد الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. أما يسوع الذي يتعبد به المسيحيين، عند المسيحيين يسوع هو ابن الله. بس ابن. نعم. الله عندي كفر. نعم. بس ولكن الله أنا ولكن أنا أنا أتكلم عن الله. أنت تعبد الله أبي يسوع؟ أنا أعبد الله. ويسوع بالنسبة لك؟ أنا أعبد الله. ويسوع بالنسبة أنا لك؟ أنا بديني يسوع هو محور ديني. كما يسوع الله أنا أعبد ولا ابن الله؟ أنا أعبد الله. الله والله تبعك والله تبع كل الناس هو نفس لا الله. لا 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 بالنسبة لا لا لك أنا عم بحكي بالنسبة لكل لك الناس. أرجوك الله خالق موسى وخالق عيسى وهو موجد عيسى وأم عيسى واللي جابوا عيسى عليه السلام. الله هو الذي أوجده نبيا عبدا مرسلا من عنده. إذا ألهته يبقى الله بتاعك مش الله بتاعي. الله بتاعي واحد أحد عندك، آب وابن وروح قدس، إله واحد. آمين يا أستاذ. نحن اليوم نبحث عن السبب الذي يجعلك ثائرا وحاقدا ومهاجما. هذا أنت لكن لا بأسلوب هادئ. لا 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 لا. أما أنا ومهاجما. نعم. ولا أهاجم ولا أستشعر كيف أي لك ألم على كيف الإطلاق. لك أن تصف الكنيسة بأنها تعبد العضو الذكري؟ لك تقول لي، مش تقول لي تصف، تقول لي هل هذا موجود أو لا. خلي الناس يدخلوا الآن الإنترنت ويفتحوا ويقولوا عبادة الذكر. نعم. وتشوف الكريستيان الكنيسة اللي بتعبد الذكر على الانترنت. يعني كيف الكنيسة بتعبد الذكر؟ عيب وقلة أدب ووقاحة. نعم. وسفالة. نعم. عيب ما يصاحب. بس أنا ذنبي إيه؟ يعني أنت اليوم ركزت على موضوع معين على الانترنت، إنه مجموعة قلت أنت أنا مش شايفها إنه مسيحية تعبد الذكر. أنا مركزتش. طيب أخذتها وحاولت تصور. الذي سوقت انا ما سوقت. انت الايه في فيديو بالصوت والصوره لما تقول اقسم بالله العلي العظيم، والله صدق، والله لا اكذب، والله لا اكذب، والله لا اكذب، ان اصل عبادات الكنيسه، اصل عبادات الكنيسه انها تعبد ذكر الرجل.
أقسم بجلال الله والتوثيق بالصورة بعشرات الصور. طب هقول لكم على حاجة، بس الكلام ده قليل الأدب، لكن ده الحقيقة. شوفوا صورة يسوع وتلاقوا هنا العضو الذكري في الحتة دي وعاملينه بيعبدوه، بس مش يعني ايه، في عقيدة ظاهرة وعقيدة باطنية، عقيدة باطنية زي بتاعت الشيعة كده. لا والله العظيم عقيدة مرعبة مرعبة. شوف كل، طيب منين مين جالنا التمثيل منين؟ مين جالنا الزنا والدعارة منين؟ الحشيش منين؟ الرقاصين منين؟ السجاير جاتنا منين؟ الافيون جالنا منين؟ الغوازي جالنا منين؟ المسرح جالنا منين؟ السيما جات لنا منين؟ كل ده صناعة مسيحية صهيونية. أنا لما أقول عبارة عابرة في حوالي ساعة تحدثت 10 ثواني عن موضوع. لما أنت تاخد العشر ثواني طبعا، بس ما تقبل 10 ثواني. ما هي العشر ثواني ده الكلام ممتاز جدا. ما هي العشر ثواني دول، العشر ثواني دول من الذكاء إنك تداريهم وتبحث عنهم صح ولا لا. لكن انت اخذته مركز فجعلتني الان اعلم للملأ ان فعلا هناك كنائس تعبد الذكر وتجعله تزرعه في الارض وباحجام كبيره وتحضنه وتجعله مصاصه وتجعله وتتصور الى جواره، اتفرج على الافلام في الانترنت. انت الذي سلطت الضوء على هذا. لكن بالنسبه لي انا وكلام عابر، زي مثلا ولكن برايك كنيسه ولكن تزوج سحقيات. مش كل الكنائس تعمل كده، كنيسه كنيستين دول مش كنائس، دول مش كنائس مسيحيه. امال دول ايه؟ دول خوارج عن الكنيسه. الله عليك، ممتاز. الا يوجد اليوم مساجد تعتبر الامام علي هو شريكا للرسول وهو اله؟ شوف بقى الفرق بيني وبينكم، ان ده الذي يكفر نقول انه كفر بالله، اما انتم فترضون بكل ما في عقيدتكم. ابدا. من قال لك أبداً؟ من قال لك اننا لم نرضى؟ اقرا على الانترنت بيانا واحدا من اي كنيسه في العالم تستنكر الشذوذ. شوف الكنيسه الكاثوليكيه، وانت تابع الكاثوليك، تنهار كل يوم بسبب الشذوذ الجنسي للاباء والكهنة. نحن اليوم نتحدث عن المواقف الرسميه للدين الاسلامي والمواقف الرسميه للدين المسيحي والمواقف الرسميه لكل الاديان، ولا نتحدث ونهاجم على ما قرأناه في النت او شفناه في النت او صور. هناك صور كثيره في النت، خذ الصور اذن واعتمد عليها واطرح افكارك وسوقها كما يحلو لك. الكنيسه الكاثوليكيه على وجه التحديد، انا ما كنت احب ان اذهب الى هناك، تعوم في زنا ودعاره في الكنيسه آلاف الحالات، حتى أن كنائس تبيع ممتلكاتها عشان تسدد الديون بتاعت من يرفعون القضايا. الكنيسة أبدا لم تطعن في حق أحد من هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الآثام، وهناك قانون من بابا الفاتيكان. إذا سألتك، من أين لك هذه المعلومات أنها لا تدقق، بتقلي جيب لي على النت. اسمعني بقى، هناك قضايا اليوم مرفوعة يا أستاذي. لا ما أنك تشوه حقائق وتسوق أفكار زي ما أنت عاوز تسوقها. الكنيسة الكاثوليكية ترفع لواء مناهضة الإجهاض، تسمع عن ذلك؟ ترفض الإجهاض، تسمع ذلك؟ نعم. إذا حدث وأن فتاة مسيحية كاثوليكية حملت، تسأل عن إنها تحاسب تعاقب كنسيا إذا نزلت هذا المولود، ولا تعاقب على أنها ارتكبت الزنا. قل لي ما، لأن هذا باطل في الكنيسة وأنا سأوافقك. من قال لك ذلك؟ الكنيسة. مجمع الفاتيكان في وصايا الكنيسة الأساسية لا تزني. الله سبحان الله، ما زال نحن عقابنا بدنا ناخده من الله سبحانه وتعالى. عندما لا. نواجه ربنا هو اللي راح يعطينا عقابنا او ثوابنا. شوف في دينك شو قلنا اذا انا راح بده يحاكمني ابو اسلام؟ الله عليك. ولا بده يحاكمني أبو فلان إسلام. انت قل للكنيسه الزمي الادب مع الاسلام. نعم. لا تجد ابو اسلام الاسلام الكنيسه لا تجد أبو الكنيسه إسلام. لا تلتزم الادب مع الاسلام طبعا. انت بابا روما ده البابا اللي مش اليومين دول، مش اول بيان ليه اساء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واساء القران. أول ماذا؟ كلمة له. نعم. في ألمانيا ماذا قال؟ هذا قال، قال أنه إجرامي وقاتل وسفك دماء نعم. ذلك قاله، وقامت الدنيا ثم قعدت وانتهى كل شيء. فاصل ونعود.
أجرى الكلام في هذه الحلقة، حيث يقال فيها أجرى الكلام مع ضيفي أبو إسلام. كنا نتحدث تحت الهواء عن محاولات عديدة، يعني فاجأتني الكلام اللي بتقوله تحت الهواء يختلف مع منابرك ومع يعني تحت الهواء عم بتقول إني أنا تواق، إني عيش بدولة نعيش مسيحيين ومسلمين مع بعض، إيدنا بإيد بعض، أحترم أديانهم يحترمون ديني، أحترم كنيستهم يحترمون مسجدي. حاولت كذا مرة أن توفق في هذا الموضوع. الذي يسمعك تتكلم بعيدا عن الإعلام يرى فيك إنسانا يختلف تماما عن الاستعراضي الإعلامي على الشاشة، يعني وكأنه لديك شخصيتين مختلفتين متناقضتين تماما. هذه طبيعة كل أيهما أبو إسلام الأصدق، الذي سمعته تحت الهواء أو الذي نستمع إليه على الشاشات وعلى المنابر؟ هذه طبيعة البشر عندما تكون صادقا مع نفسك. نعم. فأنت مع المؤدب تكون مؤدبا، ومع الرقيق تكون رقيقا، ومع المهذب تكون مهذبا، ومع الوقح عندي أنا لابد أن أكون أكثر منه، لكن ديني يمنعني ويقول ألا نعتدي إلا بمثل ما اعتدي عليكم. نعم. فقط. من مستخدمي موقعك القدامى قبل الثورة من السلفيين يتهمونك بشكل مباشر بالعمالة لأمن الدولة وبالتخلي عن القضية وباستغلال التبرعات التي كنت أو تأتيك لموقعك لنفسك شخصيا. يعني على سبيل المثال أبو هريرة المصري. هذا في حياتي لم أعرف أحدا بهذا الاسم. أنا على فكرة لم يعمل عندي لا سلفي ولا تلفي ولا إخوان ولا غير إخوان. لا، ما بتعرف حدا اسمه أبو هريرة؟ لا والله الذي لا إله إلا هو. تقول والله أبو إسلام عم تقول والله؟ أعرف أبو هريرة رضي الله عنه، عدا ذلك والله لا أعرف أحدا على وجه الأرض بهذا الاسم إلا أبو هريرة رضي الله عنه. أنت قلت واحد أكل في بيتي فيكون خائن إذا قال هذا الكلام. أرحمنا يا أبو إسلام، نصيحة لكل مسلم، إذا حدثكم أبو إسلام حديثا فلا تصدقوه، وهذه شهادتي والله على ما أقول شهيد. لو تجلسوا مع أبو إسلام وتعاشروه 3 أيام تكفي، وتدخلوا بيته وتجلسوا معه أو تتعاملوا معه ماديا 3 نقاط، ساعتها سيفهم كلامي، وليس من سمع كمن رأى. لا يمكن إنسان سوي يجلس مع أبي إسلام والله على ما أقول شهيد إلا ويحب أبو إسلام، ولا أحد صالح يحب الله ورسوله ويستمع إلى أبو إسلام إلا ويصدقه. من الذي لا يصدق أبو إسلام؟ الذي يكره الإسلام أو عنده خلل في المعتقد. هل طليقة ابنك تكره الإسلام؟ لا، حاشا لله. ولماذا قالت عنك كل هذا الكلام؟ سبحان الله، يعني طليقة ابني هي لم تطلق بعد بسببك أنت. يعني أنت تدعي يعني علي. مش أدعي، هي من قالت أنك تعذبها. تسمع مني؟ هي هل هي أصدق مني؟ عم بسأل. هل أنت تصدقها؟ أنا أقول لك، هذه امرأة تزوجت ولدي، أنا لم أوافق على زواجها ولم أوقع على عقد الزواج، ولكن حضرت لأنه ولدي ودعت مع أولادي. أقول رأيي في من يريد الزواج، لكني لا أقف أمامه حجر عثرة. فلم تكن البيئة مناسبة ولا الاجتماع الأمر، والعائلة عندي كلها إرهابية منتقبات، وكانت هي غير منتقبة. فالشكل العام مش بتاعنا، ما عندناش حد مثلا بيحط مكياج، وهي كانت تحب المكياج. هي يعني أنا لا أطعن فيها لأنها تظل زوجة ولدي وأم حفيدي، وعليها الآن 6 شهور سجن وهاربة منهم. هناك قضاء، كيف تحاسبني وهناك قضاء؟ طيب لماذا عرقلت عملية الطلاق؟ أنا هذا لم السؤال. أعرقل ولم أدخل، تسمعوا مني هذا ونغلق هذا الملف. أول مشكلة بينها وبين ولدي قلت له ستدفع الثمن غاليا، نصيحتي أن تنهي هذه العلاقة، لكنها كانت يعني تملك شيء من الجمال، من يعني امرأة، فولدي تمسك بها. فعندما وصلنا لطريق مسدود اتصلت أنا بأخيها الأكبر، لأن أبوها مات ميت وأمها ميتة،
اتصلت بأخير أكبر والله شهيد على ذلك، وممكن أتصل الآن بعمها فورا الآن أمامك ليقول لك ما أقول. سلام عليكم يا ولدي اللي هو شقيقها الأكبر، العلاقة خلاص انتهت، أتمنى عليكم أن تأتي لي وتطلب كل ما تريد لأختك وتضمن لها كل الحقوق، لأنني أحب أن أطبق شرع الله في نفسي وفي بيتي وفي ولدي، هل تقبل يا ولدي؟ قال أرد عليها. فلما وصلت إلى طريق مسدود وسرقوا الأساس البيت، وصلت بعمها، أتى بلي من الصعيد هو وزوجتي وجعلته شاهدا عليها، مستعد أدفع لها كل ما تحتاجه وفوقه لأحافظ على حفيدي في ظل أم وفي ظل أب حتى لو مفترقين، وهذا العرض قائم حتى اليوم. من قال نحن نعلم أن هناك تفاهمات بين الأمن وبين أبو إسلام؟ لا أعرف، وهذا لم يقل هذا أبدا أبا يزيد إلا الصاعق. الكنيسة الكنيسة الكنيسة، إيه المشكلة واحد مسيحي يتكلم ويكتب اسم محمد أو أبو هريرة أو معاذ بن جبل أو محمد بن عبد الله؟ خاصة أن الكنيسة عندها نص واضح في الكذب، إذا كان مجد الله يزداد بكذب فلماذا؟ هلا كلهم الكنيسة؟ أي كلهم. شوف، ما أنا بقول لك المسلم، أنا معاملاتي مع المسلمين راقية للغاية جدا جدا، أنا قدوة، أحاول أن أتمثل دور القدوة. هل يمكن لمسيحي أن يعيش في مصر بأفكار أبو إسلام؟ يعني لا لا, لا لا نقلب المقاييس، هل ممكن أنه نلاقي واحد مثل أبو إسلام ولكن العكس، يعني يهاجم الإسلام يهاجم المسلمين بنفس الشراسة؟ ما أنا برفض كلامك. طيب بس أرفضه، بس جاوبني عليه. لا 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 أهاجم أحد، أنا أرد بقلة الأدب. طيب دائما. طيب لنفترض يعني هناك شخص آخر موجود، زيكو مش موجود في مصر. موجود مش موجود في مصر؟ لا، ما انا مش موجود في مصر. مش انت موجود فين؟ لا يا حاج، انت اليوم وين؟ انا قناتي زي، شوف اليوم شو بدي بالقناه. انا بدي اعطيك مثل ثاني، انا بسجل مثل تاني. خلاص في حضرتك، والقناه تشتري مني بقى. في شخص في حضرتك وفي شخص اخر نعم حكموا بازدراء الاديان، كريم عامر وحضرتك موجود هون، ناس اثنينكم نفس التامي، واحد منكم عايش بمصر والثاني ما بيقدر يجي على مصر. طيب يعني طيب انت ليش انت ليش واحد انت اثنين متهمين بالسرقه، واحد متهم لأنه سرق، واحد متهم مكيدة له، عايز تساوي بين الاثنين؟ أنت مش ازدراء أديان؟ لا إطلاقا طبعا. لما أنا أؤدي واجبي الشرعي. لما تمزق الإنجيل واجبك شرعي؟ إنجيل؟ أه؟ أنت تعرف أن في العالم المقدس؟ كتاب إنجيل؟ تشهد يسوع أن هناك على الأرض كتابا اسمه الإنجيل؟ شو اسمه الكتاب؟ ها؟ شو اسمه الكتاب؟ اسمه كتاب تيري جونز، ما اسموش إنجيل. تيري جونز؟ ايوه. هلا صار كل المسيحيه واساء يعني وتعاليم المسيح وكل هذه المواضيع صارت كتاب تيري جونز. لا، انت قبل الهواء مباشره قلت لي على شهود يهوى انهم خوارج. نعم لهم كتاب مقدس. خلاص لهم، انت قلت لي ذلك، لهم كتابهم المقدس. انا وتيري جونز له كتابه. مالي ومال تيري جونز؟ هل انت هاجمت تيري جونز قد ما انا هاجمته لما تيري جونز أساء وهدد بحرق القرآن الكريم؟ كنت الإعلامي العربي الوحيد الذي استضاف هذا النزل ومسح الأرض فيه. لا يهمني بأمثاله. لا يهمني. بينما حضرتك لا يهمني مسكت الإنجيل وهددت. مش إنجيل. وهددت. شو أنت شو مدعي شو كذبا علي؟ شو بقول لك اللي قطعته مش إنجيل. شو اللي لا يوجد إنجيل على وجه الأرض. خلاص لا يوجد. ولكن إنجيل. هناك المليارات يعتبرون هذا كتابهم المقدس. كتاب اللي عندك ولا اللي عند شنودة؟ اللي عند الكاثوليك ولا اللي عند الأرثوذكس؟ مالك؟ لا يا حبيب قلبي، لا ليعرف العالم. هلا القرآن السني يختلف عن القرآن الشيعي؟ انا املك الدليل. رد علي على هالسؤال. القرآن السني يختلف عن القرآن الشيعي؟ بيجي بقدر اجي انا اقول لك انه هذا القرآن هو قرآنك ولا قرآن الشيعة ولا قرآن العلويين ولا قرآن الإسماعيليين؟ علي أن أدلل لك. نعم. أن النسخة التي لديك كاثوليكي لا يؤمن بها إطلاقا ولا يرضى دخولها مصر الشنودة والكنيسة المصرية، والشنودة نفسه مين قال عندي تسجيل. اسمعني أهو، أنا أقول لك اسمعني بقى، بلاش أشوف الإعلام. صوت وصورة لشنودة يقول، صوت وصورة يقول بيجيل الكتاب اللي بيتسمى كتاب الحياة وهو إنجيل
وأنا لا أرضى أن أوقع عليه. تصفيق حاد، لأنه لا يوقع على الكتاب المقدس الذي يخص الإنجليين. مالي ومال الخبرية اللي عم تخبرني إياها؟ إن الكتاب اللي عندك مقدس عندك رامز لمسيحيي العالم برضو سكتوا باستعراض قدام الإعلام. أنت بتشوش علشان تفهم الناس إن كتابكم واحد. لا، نحن فينا نقول هلأ إنه تيري جونز القرآن اللي كان عاوز يحرقه هو مش قرآن المسلمين، هو القرآن الذي يتعبد به أبو إسلام. تصنع خيال ولا تسمع مني واقع؟ ده كلامك. أي واقع؟ اسمعني حبيبي، أقول لك شنودة في تسجيل صوت وصورة. مالي، شوف كل ما بتنكر أكرر الكلام ده. مالي، بيقول أنا لا أعتمد، وممنوع على فكرة كتاب الكاثوليك النسخة اليسوعية تدخل مصر. في حال برضو شنودة صوت وصورة. في حال صدقنا هذا الكلام. لا، مش في حال، ده لازم تصدقه. صدقنا هذا الكلام، لأن أبو إسلام لما يتكلم لازم يصدق. في حال صدقنا هذا الكلام، لا يتكلم إلا بصدق. طيب لو كنت أنت يعني تعلمني أنك تتكلم في ذلك، كنت أقمت عليك الحجة وأتحداك أنك تعمل حلقة تانية وتسأل المشاهدين عليا، تقيم الحجة عليا أن أفتح لك الكتب، هفتح لك قدام المشاهدين 10 طبعات عربية، كل طبعة من الطبعات صاحبة ملة معينة، أتحدى أن تتفق واحدة مع الأخرى. نعم، لكل طائفة. أنا أقبل التحدي، بس مقابل أن أتحداك أيضا. فضل أن أجلب لك الضيوف والمداخلات التي رفضتهم. لا 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 لا، أحب الهرج. أنا أريد أن أظهر لك الوثيقة. ليس بهرج، وأنا أريد أن أظهر وثائق يقولها أشخاص. لا، في شخص قايل، تقول لي شيعة ماليش دعوة. لا لا لا، كله ماليش دعوة. في شخص بيقول أقسم بالله العظيم إني تعاملت مع أبو إسلام لأكثر من 4 سنوات وكنت من أقرب الناس، عفوا على التعبير، هذا ليس كلامي، وهو والله لص وسارق ومتاجر بالقضية لا غير، وكان المشايخ في البدء يثنون عليه حتى وصلتهم أخباره، وبعضهم شارك في لجنة تحقيق شهيرة وافق عليها أبو إسلام، وأصدرت اللجنة قرارها وأدانت أبو إسلام الذي جمع الأموال بلا رقيب وبنى بها بيوتا له ولأبنائه ورصيده الشخصي في البنك وقتها تخطى الملايين، ملايين الجنيهات. يا أخوة، اتقوا الله، فهذا الرجل لا نسمع صوته سوى في جمع التبرعات فقط، وكبار العاملين في مقاومة التنصير في مصر يعلمون هذا جيدا، وأشهد الله أن لدي من الحقائق عنه ما تشيب له الرؤوس، ولكني أنصح بغلق الموضوع والحذر من هذا الأفاق الأثيم. هذا تعابيره وليس تعابيرنا. قل ما هل تجرؤ على مواجهة هذا الشخص؟ هذا؟ نعم؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن هذا كلام فارغ. لماذا؟ هو قال يمتلك الوثائق. أواجهه إمتى؟ يروح للنائب. الحلقة الثانية. يروح للنائب العام ويقدم ده. لو راجل محترم وأمه بالفعل جايباه في الحلال، يروح قسم الشرطة ويبلغ. اللي يسكت على واحد ظالم يبقى ظالم وأظلم منه. أبو إسلام صاغ سليم بتحدى كل ورقي مكشوف في حياتي، وده على فكرة بيخلي الناس مرتبكة. مين وراك؟ الله عز وجل. اللي عنده شك ذرة في أبي إسلام في 10 جنيهات. أنا تعرف الناس أنا بجمع شهر كام؟ تجمع 250,000 جنيه. على عينك يا تاجر، بعمل بيوت، بشتري أراضي، وخد بالك، لكن المشكلة أن المسلمين يثقون فيه ويدوني المبلغ ده كل شهر. صدق كل شهر. طب أقول لهم إيه؟ ناس بتثق في أبو إسلام، أعمل لهم بالله عليك حط نفسك مكاني. سؤال، لماذا دائما ترفض بمواجهة عالم؟ لماذا؟ يكلمني في إيه؟ في الدين. يعني إيه في الدين؟ ما أنا مش بتاع دين. بتاع شو؟ لا، أنا بتاع كنيسة. بتاع كنيسة. يكلمني في التنصير على عينك يا تاجر، لكن يكلمني انا استاذه بقى، خلاص. لكن يكلمني في العقيده، لا، ده هم اساتذتي الازهر، ده فوق تاج راسنا في الشريعه. لا 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 لا، انا اتعدى على عالم ازهري؟ لا والله ما يحصل. انت تجعلني خصم الازهري؟ مش خاص. لا والله لا ارضاه. مش خاص. لا، ده يرفع حذائه عليا واقول له شكرا انه عالم ازهري، لان العلمانيين ده شغلتهم. لكن لا، طيب عرضنا عليك مناظره الشيخ محمد عبد الله نصر ميزو ورفض. عشان انت ميزو صار. عشان انت انسان كده بتنزل من عينيا. ليه؟ تبقى انسان غير سوي. ليه؟ انا اناظر ميزو؟ مين ميزو؟ مين ميزو؟ الا يلبس عيب عمامة؟ عليك. الا يلبس عمامة؟ عيب عليك. ما دول الصنف اللي بتعاملوا معاه انتوا. لا، سؤال، الا يلبس عمامة؟ بقول لك ده الصنف ده بتاعكم انتوا استاذي. برسوم المحرقي الم يكن يلبس زي الكنيسه ونكح وزنى ب5,000 امرأة؟ ما رأي حضرتك؟ برسوم محرقي
والصور والأفلام موجودة. أنا أتحدث عن هذا الشخص. وأنا بتحدث عن برسوم محرق. أنا بتحدث عن هذا الشخص. وأنا بأخذ الشخص ده. لماذا ميزو مثلا؟ لماذا بتسميه ميزو؟ شفت هم الناس اللي بيقولوا كده عليه. أنا مالي. ادخل اطلب كده ميزو في الانترنت يطلع لك كل هو ميزو. كتير متأثر بالانترنت. طبعا. يعني عايش على الانترنت. الكفار الصليبيين والصهاينة في العالم اخترعوا لنا الانترنت. وانت بتستعمل. وانا فرحان بهذا العطاء الصليبي الصهيوني العالمي. رزق من الله عز وجل. ليش لا يوجد مفكرين في الاسلام؟ لا مفكرين. عندهم الكفاءة انهم يخترعوا. وحشين كخة كلهم وحشين. فانا معتمد على مين؟ على المسيحيين. بعرف حتى فبناشك اجيب الموسوعة الكاثوليكية. اجيب الموسوعة المسيحية. لازم اعتمد على علم الناس. انا لا يمكن في حياتي ان انا استشهد على مسيحي بكلام من قرآن ربنا او سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لازم من كتابه. طيب لماذا كل هذا الكتب متعددة؟ لماذا كل هذا الحقد على المسيحية؟ هذا الحب وعلى الكنيسة. اسمه الحب وليس الحب. ما بعرف انت اسمه الحب. خلاص. الحب. لماذا كل هذا الحب؟ لاني اتمنى لهم ما اتمناه لنفسي. وهو ان ندخل الجنة. كلما انا امرت ان ما خلقت الجن والانس. انت متاكد انك ستدخل الجنة؟ ان شاء الله ربي. اقسم عليك ربي الا تحرمني من الفردوس الاعلى من الجنة. يا غني يا غني اطلب منك وانت الغني ان تقبل مني دعائي وانت اعلم بما في قلبي وما في صدري ورسالتي ما هي. طب ما رايك في العلامة الدكتور علي جمعة؟ على فكرة مستوى. ما رأيك في العلامة الدكتور علي؟ والله الذي لا إله. هذا الرجل أحبه حبا لا. هو يعلم ذلك يعلم ذلك. وأنا كنت معه لكنني أختلف معه عندما يذهب إلى أندية اللاينز. علي جمعة لما كنت أشعر بالضيق أذهب إليه فيصبرني. وصفك بأنك من خوارج العصر. وماله؟ لماذا؟ لأن هي قضيته مع من يسمون بالوهابية قضية الأزهرية. لأن في مساحة منهم أصحاب مذاهب. أنا لا أتكلم في مذاهب لأني أنا قضيتي مع الكنيسة مش مع المسلمين أبدا. من أعلم أنت أو علي جمعة؟ مع احترامي شيخي وأستاذي. نعم. وعالمي وتاج رأسي كل شيء لكن ليس بنبي. ما وصفته بالمجرم؟ حاشا لله حاشا لله. اللي قاله محمود شعبان قرأه من إيه؟ من صحيح مسلم. اللي قاله نفس الكلام ده قاله في مجرم المفتي علي جمعة. في مجرم المفتي علي جمعة. في مجرم المفتي علي جمعة. هالإنترنت هالإنترنت. حب علمائي قوي قوي. شفت مشاكل الإنترنت لما تفوت على الإنترنت بتشوف. أنا اخترت لنفسي أسلوب جميل جدا. نعم. أنا صاحب هدف وصاحب هدف سامي جدا. اللي ماشي تجاه هدف اللي يرميه بالطوب يرميه بالحجارة يقول ده زاني يقول ده داعر يقول ده لص يقول يعني لم تصفه ولا مرة بالمجرم. حاشا لله. في فيديو بتقول فيه انك انت بتطلب من الرئيس مرسي تسليم الجيش للجماعات الجهادية الشرطة للجماعة الإسلامية وزارة الأوقاف للسلفيين وبنكون حصلنا على اللي نحن بدنا. ده الفهم العلماني. تسمع اللي أنا قلته. يال. أقول أنني أدعو المسلمين إلى التكامل والتكوى. نعم. خلاص والوحدة. نعم. فأنا أرى يا جماعة المسلمين يا طيار إسلامي من فيكم عندنا أربع طيارات كبرى الإخوان السلفية الجهاد الجماعة الإسلامية أربع قوى كبرى. أرى من يتولى رئاسة الدولة. هل تجدون فيكم من هو أكفأ من جماعة الإخوان المسلمين؟ إذن يحملها جماعة الإخوان المسلمين. لكن من يتولى أمور الدين في مصر؟ السلفية. هل هناك أكفأ من السلفية لضبط الأمور عقديا من الثلاث جبهات الأخرى؟ أختار السلفية لتتولى الأزهر والأوقاف. يبقى عندنا الجيش والشرطة. ترون من الأولى بالشرطة؟ جماعة الإخوان المسلمين؟ لا. السلفية؟ لا. إذن هي أولى بها جماعة الجماعة الإسلامية. ويبقى الجيش لجماعة الجهاد. هكذا هو الاختلاف اختلاف تنوع. أدعو الله عز وجل أن يكون مقبولا لدى الجميع فتكتمل قوى الأمة. فإذا ما هذا قلناه بس خلاص. إذا ما قلنا أنت لم تقل ذلك. طيب والناس أنت قلت عكس ذلك. والناس المدنيين الباقيين. إيه مدنيين؟ يعني اللي ما بينتموا للأربع فصائل الباقية. اذكر لي مين بالضبط عشان أقول لك. واحد شيوعي مثلا. شيوعي مثلا. محاكم كتير خلاص شبع. ها
ليبرالي؟ خلاص ما حكم كتير شبع، سيبه نجرب الإسلام مرة، خلوا مصر تجرب الإسلام. طيب الشيخ الأزهر نوديه فين لما نجيب سلفي يستلم وزارة شؤون الأوقاف؟ هو شيخ الأزهر ده هيقعد معانا كم سنة؟ مش عارف، يعني 100 سنة كمان؟ بيجي غيره بعد ما يموت. الله يطول السلفي. الله بس يطول. لو طبقوا كلامي، لو طبقوا كلامي بس ده نوع من رسالة للحراك الإسلامي، إن خلوا اختلافكم مش تصادمي لكن تكاملي، دي دعوة للحراك الإسلامي، ودي وظيفة قناة الأمة الآن في الفترة دي. لما تقعد تحضر نفسك بينك وبين نفسك شو بتقول؟ أنا بؤدب نفسي جدا، لا أنا قاسي والله، لا مش هحلف، أنا قاسي جدا مع نفسي، قاسي بدرجة أنا أتمنى أن لا أكون شيئا موجودا. أنا ما بمشيش في الشوارع عشان لا أحد ينظر ويشير إلي، أنا لما بروح مؤتمرات ببقى ماشي وخايف وقلوب قربوني. كيف بيعاملوك بالشوارع أنت وماشي؟ يعني قديه في ناس، قديه في ناس إيجابيين مقابل أعداد من الناس السلبيين؟ الأعداء دول سبحان الله لا يراهم إلا أنتم، لكن والله تبليه دايما بتحكيني أنت، بقول لك أول أمس أنت أنت ليه؟ هو الإعلام يعني لما أنا المتعلم ده رسالة واحدة. طيب ما أنا بقول لك، شوف حضرتك، أنا قابلتني أستاذة نادية، ودي كلمت عنها في حلقة أول أمس، أستاذة نادية مسيحية قابلتني في حديقة القبة. حقيقة أنا علاقاتي بالمسيحيين واسعة جدا كتيرة، أنا بقول لك أنا كنت بزور ألبوم كبير. لا هو مش ألبوم كبير، هم يجيدوا فن الحوار ده، لكن شيوخنا بنقول لهم أنت تعرف المرأة اسمها إيه اللي بتوعز ده، اللي هي بتصرف على زيكو، هذه المرأة كنت بقول بتاعك. أنا كنت مش بقول أتمنى للشيوخ يتفرجوا عليها ويتعلموا منها. أنا نفسي أنهض بالمسلمين بشكل غير عادي. أنا قناة الأمة يوم ما صدرت قلت لهم سيبوني أعللكم السقف، سيبوني أرفع السقف شوية، لأن إحنا منكسرين على مدى 60 سنة، لازم حد ينطق. بس يبدو زكريا بطرس عامل لك عقدة نفسية قوي. لا ده أنا بقول لك لو شفته أقبل إيده، أنا ولد صنعاني، يعني هذا القبيح هو لا صنعاني. فإذا يعني هلا إذا بدنا نحط عنوان عريض، كيف أرد عليه؟ إذا بدنا نحط عنوان عريض أبو إسلام، إذا رأيت زكريا بطرس أقبل يده لأنه صنعاني. والله صنعاني، شوف أقسم بالله، والكنيسة صنعتني، واللاينز والماسونية والروتاري صنعوني، أنا أجيد فن. تعرف مدرستي الصحفية مين؟ روزل يوسف وأخبار اليوم، التحقيق. أنا أعرف قدر نفسي، أنا أتعلم، أنا أقرأ في روزل يوسف حوالي 5 أيام، أعرف إزاي بيكتب التحقيق، المقدمة، الحوار إزاي، لأني أنا أريد أن أكون مهني متميز. أنا غيران أني ما عندناش طولي خليفة تاني، أعلن ذلك، بقوله ما عندناش وائل الإبراشي، ما عندناش محمود السعد، خيبة من خيبة المسلمين، وده دوري اللي بعمله بقى، أحاول. محمود سعد وائل زي طولي خليفة، مش مسلمين؟ لا مسلمين، علمانيين كارهين لأي وجود للإسلام. يلا قضية يا لحظة لحظة لحظة، عم بتوجه لي اتهام، قضية عم بتوجه لي اتهام، فكرت انك رح تمر وهيك مرور الكرام. تفضل. انا اولا مني علماني. لا علماني. لا العوذ بالله. لا 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 العوذ بالله. لا علماني. العوذ بالله، انا مني علماني. لما تحاول انك كارها للإسلام اسمعني بس، بالعكس لا لا لا. انا مسيحي عاشق للإسلام. ده الخطاب المسيحي، وانا اتحداك. لا 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 لا، الخطاب المسيحي الإعلامي. انا اتحداك اذا الله بيعطيك النعمة اللي يعطيني اياها. انا انسان مسيحي، الله عز وجل. انا انسان مسيحي، اذا كان فيك خير الإسلام. اذا كان فيك خير ادعو الله الا يحرمني منه. طبعا اذا كان في خير يا رب، يا رب اتوسل اليك. نعم، وانا ادعو الله في دون خليفه، وانا ادعو الله حسنه لا تحرمني منها، انا ادعو الله عملا صالحا الا تحرمني منه، انا ادعو فأنا الله، فانا اريد يا ربي ان ارضيك حتى لو على يد مسيحي. انا ادعو الله ان ينعم عليك بما انعم علي. انا ما اقدرش اقول، انا مسيحي، ما اقدرش اقول، اعشق الاسلام. بقول لك انا ما اقدرش اقول الإسلام. انا ما اقدرش اقولها والله. ما تقدرش، لان ديني، ديني يمنعك، مش دينك يمنعك. انت تستطيع انك انت تقول، لانك لم تقول لمسلم اني انا بأحبك في يسوع، اما انا ما اعرفش احبك في الله، لان عندي الحب كلامي في الله مشروط بشروط. واضح. انا مسيحي، وانا كلامي اوضح واشيك. انا مسيحي اعشق الاسلام.
أنت لا تستطيع فعل ذلك. وأنا مسلم أنا مسلم أبدا أنت إسلامك من اليوم يحب الله. أنت إسلامك للأسف قائم. إيه ده أنت مفتي بقى خلاص. آه مثل ما أنت بتفتي ما شاء الله. مثل ما أنت بتفتي ما شاء الله. يحق لك ما لا يحق لغيرك. إسلامك قائم. مش هدخل الملكوت على رأيك. على كراهية على كراهية الآخر. لا لا لا. وعلى الشو أوف. أنا أكره السفلة وعلى الشو أوف وقلة الأدب المنحطين. مش أنت اللي بتقيم الناس. مش أنت اللي بتقيم الناس. ما في ناس بيوصفوك بنفس الوصف. هم دول بعيدين عنك كتير. طيب. يعني بيني وبينك يعني بالله عليك. ما دول الناس الفرق بينك وبين ميزو ايه؟ ما دول الناس اللي بيوصفوك. بقول لك الفرق ما انت بقول لك جايب يا استاذ زباله يا أستاذ. الناس يا استاذ لو انت رحت مثلا بقول لك شفت انا بقول لك مين اسال مين يا اسال أستاذ. محمد حسان اسال ابو اسحاق شفت انا بقول لك على مين اسال ناس الكبيره الوزن الثقيل اسال محمد حسين اسال الناس الوزن الثقيل اسال الكتاتني اسال محمد مرسي اسال الحب والمحبه التي ده شغل الكنيسه عليها بقى ده كل شغل الاديان ده شغل الكنيسه واساس بالاديان تعرف لو انت كنت اتمنى عندك عليك عندك حاجه تقولها غير الكلام ده يعني قادر تقنع الراي العام انا اليوم عاوز اعتنق الاسلام اقول لك نعني اني انا اعمل مسلم الله بعد عليك. ما انا اشوفك تتصرف بهذه الطريقه انا لما اشوف انا اتصرف التصرف الذي يليق بكلامك تفضل لا 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 انا قبل ما بلشت انا اليوم انسان انا اليوم انسان اسمعني اريد اسمعني ان اعتنق اسمعني الاسلام اسمعني كيف لك ان تقنعني تفضل بان اقتنع لاعتناق الاسلام انا انسان قلت لك اعشق الاسلام انا مسيحي اعشق الاسلام خلاص. ولكن عندما ارى طريقه الإسلام. خطابك طريقه انتقادك طريقة يعني حديثك تتعامل معايا طريقة ألفاظك كيف لي كيف لي أن أتجرأ وآتي إلى أنصحك نصيحة نعم. لا تسمع لأبي إسلام واسمع لاعتقاد أحمد الطيب أنا معك لاعتقاد علي جمعة أوافقك لأبو إسحاق أوافقك واسلم أبو إسلام يا أخي ما دمت مخلص لله عز وجل وعايز تسلم عليك بمحمد حسان إيه رأيك؟ بكرة تتصل بيه وتخليه يعلمك الإسلام ما تاخدش أبو إسلام منه الإسلام لأني أنا لست بداعية أنا بقول لك كاتب مفكر صاحب رأي خلاص لكن أنت عايز تعملني شيخ أنا مش شيخ أنا مفكر شيخ. خلاص إذا أنا أتعامل بك معك على مستوى الفهم عايز تاخد دين وتسلم عليك بإيه شيخ الأزهر طب أخد منك عليك إيه؟ بالمفتي تاخد مني أعلمك أن كتابك كذا وكذا وكذا وكتابي كذا وكذا ده اللي تعلمه مني أجيد هذا الفن أمسك كتب المسيحية فن. بالإجمال فن خلاص فن قلت فن. قلت فن أنت قلتها تملك هذا الفن يعني أتمكن منه خلاص. جيدا يعني أنت وزكريا بطرس من مدرسة واحدة تتقنان نفس الفن موافق معك صح؟ لا يضيرني فأنا فنان في هذا العلم فنان كيف أقول أن الكنيسة لا تعرف لها ربا ولا تعرف لها كتابا ولا تعرف لها نبيا تطلب مني كيف أدلل على ذلك والمسيحيين جميعا ارتضوا أن يهاني الإسلام على لسان واحد منهم مين المسيحيين ارتضوا شنودة ما نردك شنودة صوت وصورة الله يرحمه قداسة شنودة. البابا شنودة ولك شنودة صوت وصورة الله يرحمه قداسة البابا شنودة وصورة. هو يمثل كل المسيحيين لا طيب خلاص الأرثوذكس ولا كل الأرثوذكس خلاص يعني. وأنا بتعامل معه يعني زيكو بس خلاص انت مزعلك مني طيب انا مش يا اخي لا دينك هو دينه ولا كتابك هو كتابه بالتجربه هل ده مبدا اخلاقي يا اخي ما تسيبني انا واحد مع ارثوذكسي قبطي مش ارثوذكسي صربيا ولا ارثوذكسي حبشي ولا ارثوذكسي اريتري مش كلهم ارثوذكس انت لماذا تدافع عن عقيده تكرهها وهي تكرهك اوعى تغلط لماذا هناك مجموعة كتب أصدرتها الكنيسة المصرية بس تعرف شو إذا بدي أرجع أصدرت كنيسة تعرف شو إذا بدي أرجع لما قلته المصرية. الآن يعني وكأن زكريا بطرس نجح في مهمته وأنت طبعاً. فشلت لأن لا. زكريا بطرس حضنوه بدليل أنت أنا أنت نبذوه صرف ليه؟ صرف ليه؟ إني مخليك ما أنتش قاعد مظبوط إني مخليك قاعد مرتبك أمامي فلو فشلت أنا ما كانش الكنيسة تزعل بهذه الصورة الكنيسة بقول لها صلحينا كوني تقية ترفض كوني راقية ترفض كفي عن الأذى ترفض من رأيك هلأ الكنيسة قاعدة عم تسمع لك وما عندها شغلة أقول لك حاجة أقسم بالله قسم بظهر الغيب أنه لا يوجد مسيحي في مصر لا يشاهد برامج أبو إسلام
هيدا اللي بدك اياه. شفت الثقة؟ هيدا اللي بدك اياه. خليني انزل عند اي كنيسة بيسلموا علي، عارفين ابو سام كويس جدا جدا جدا. طب لما واحدة بتيجي تسلم جديد وفي مشاكل كده اقول لهم ما تقولوش ابو اسلام، ما تقولوش. ولذلك اول مرة جاني منى ظريف البيت لو عرفتوها ابو اسلام ما كانش جالي، ما كانش اتى. لكن لما جالي وكان في حالة عايزة تسلم قلت له واجه يلا الولد الله اكبر عليه وليد، اذكره جيدا، اول من اسلم على يدي من بين اكثر من 1000 فتى وفتاة والحمد والمنه. لم اتاجر بواحد منهم، لم تسمع اسم واحد عند ابو اسلام، لم اعرض اسما او صوره على قناه على قناه الفضائيه. ليش انا لما عرضت عليك قلت لي روح عند غيري؟ عرضت علي ايه؟ قلت لك انا اذا اريد ان اعتنق الاسلام قلت لي ما تجي لعندي روح عند غيري. لانك انت واخد موقف مني. يا عمي وين اخد موقف منك؟ لا ما انت مش عاجبني. ولا انت بتسمعني؟ هل تستطيع ان تسمعني؟ وانا اعرفك دائما ابدا كيف ان انا استخدم معك اعرفك ما المسيحيه وامامي في الورق، يعني انت تقرا، اعطي لك الكتب التي تقدسها انت وتقرا انت، ثم اسالك هل هذه ترضى بذلك؟ ان قلت نعم خير، ولكن ان قلت لا خلاص اعرض عليك الاسلام. ده لازم اتعامل بهذه الصوره، انا لازم يكون اللي قدامي يقتنع. اي نوع من الكتب بتعرضها؟ اللي على الكتب المسيحيه ولا الاسلاميه؟ المسيحيه. المسيحيه شايلها عن الانترنت؟ لا انا عندي كتب تحلم الكنيسه انها تكون عندها، عندي طبعه 1622 اول او ثاني طبعه، ثاني طبعه بعد اختراع المطبعه، وعندي اخر طبعه كاثوليكيه في العالم، وعندي اخر طبعه لكنيسه المشيخه المشيخيه، مش المشيخيه بتاعت المعمدانيه، لا في لبنان، اللي اصدرت ما يسمى بكتاب الانجيل الشريف، طبعه مرفوضه من الكاثوليك، مرفوضه من الارثوذكس بجميع الطوائف، لكن هذه الكنيسه اللبنانيه عندي لها اكثر من 4 طبعات للكنيسه هذه. اخيرا هل تترشح الى الانتخابات؟ انا ارفض الانتخابات، ارفض الانتخابات. شو بدك؟ ارفض النظام الجمهوري. شو بدك؟ بدي ايه؟ الاسلام، الامامه والخلافه. الله يا ريت طوني خليفه بيطلب لي الخلافه والامامه ان تتحقق في المسلمين. يا رب يا رب لا ترد كلمه طوني خليفه ان تتحقق الخلافه للامامه. يا حلم ادعو الله عز وجل الا اموت حتى ارى. وعاصمتها؟ عاصمتها ان شاء الله لما يبقى الخليفه ياتي هو المكلف بذلك مش انا، بس يا رب يهيئ لهم كده. على فكره قريبه جدا صدقني، قريبا جدا سنرى رايه لا اله الا الله فوق البيت الابيض. الان تقام الصلوات في البيت الابيض، تؤم الصلوات في البيت الابيض. لا الاسلام ينتشر بتصريح واضح من احد كاردينالات بابا روما، احد واحد كبير صرح بذلك نسبه الاسلام. هل تريدون تغيير العلم المصري؟ استبدال النسر اللي على العلم ب انا لا اعرف ان للامه الاسلاميه لا علما او رايه الا لا اله الا الله محمد. نعم. رسول الله. لانه انا شفتها على القنوات على الشمال علم من مصر بدل النسر. بقول لك لا اعرف، لا اله الا الله، لا اعرف للمسلمين رايه الا لا اله الا الله محمد رسول الله. في ظلها يعيش المسيحيين في اجمل وابهى العصور كما عاشوا ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يعيش المسيحيين بابهى العصور بوجود ابو اسلام؟ كما عاشوا ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا ساموت يا سيدي، اخرج من هنا واروح اوروبا. كيف ترى ان قيادات الجهاد كلها موجوده بانجلترا بالبلدان الصليبيه لا حاسب. حاسب والله احسنت هذه المغالطه. انبه جميع المشاهدين ان اوروبا لا تسمح ببناء المساجد لانها مسيحيه، لا، لو كانت مسيحيه ما سمحت بواحد اسمه احمد او محمد. علمانيه، علمانيه، نظام العلماني يسمح بذلك. لكن الاندلس امامنا شاهد، عندما حكمها الصليبيون لم يسمحوا لواحد اسمه احمد، عندما حكم الصليبيون الهند لم يسمحوا لواحد اسمه احمد، عندما حكموا فلسطين. نحن عم نحكي على 2013، عن القرن الـ21. المسيحيين لا يتغيرون،
أن الكتاب يحضهم على القتل وسفك الدماء. الكتاب الكتب المسيحية وليس الكتاب تحض وتتبنى القتل وسفك الدماء والتدمير كل من يعاديه. والله أنا محب، أنا لني دموي ولني عدائي ولا أنا يهمني كتابك القتل. اللي بتتقدم أنا بناء على كتابي. أنا بقول لك كتابك اللي بيقولوا أحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم وأنتم لا تحبون بعضكم بعضا. من ضربك على خدك الأيمن دور له. هذا كذب بدليل واحد. بشو؟ إن الانتخابات اللي اتعملت في البابوية مؤخرا كلها تزوير وطعنين عليهم في مصر وفي بابوية الفاتيكان. ما في انتخابات حصل بين المسيحيين إلا وفيها صراع المجلس الملي والكنيسة المصرية. فضائح منذ 50 سنة. الكنيسة الله الخمسينية كنيسة الله الخمسينية وكالة اسمعني وكالة كيف رويتر كنيسة الله الخمسينية في جزيرة بدران تم اغتصاب الهيئة القبطية لها حتى اليوم بأن حوالي 20 سنة تم اغتصاب الكنيسة بأموالها بمعداتها. وقعد الراجل صمويل المشرقي حتى مات ولم ينل حقه من الكنيسة. فتاريخ الكنيسة كله صراعات دموية. شكرا لك أبو إسلام على هذه المقابلة. طلب صغير لا تزعل مني. أنا بالعكس وأنا سأقول صغير. رغم كل ما سمعت كل ما أطلب منك أنا اليوم إحنا تناقشنا فكريا لكن أنت الذي فتحت هذا على الهواء. لا بالعكس فلا بالعكس تزعل بالعكس. مني أنا ما بزعل. وأقدم اعتذاري لكل مسيحي أي كلام لي يسيء إليه لكن تمنيت أن الأستاذ طولي ما في داعي. إذا كانت هذه قناعاتك ما في داعي لكن في احترام في التعامل. طيب أنت لست ردني إلى ذلك. لا 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 شكرا لك. أنا أؤكد ما أنا عليه. أنا قلت أنا مسيحي أعشق الإسلام وكنت أتمنى وأنا مسلم أحترم المسيحية والمسيحيين إلا إن اعتدوا علينا. شكرا لك على هذه المقابلة. شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة من أجرأ الكلام. تصبحون على خير.